بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثانية، الجزء الأول من موضوع اليونت أوبريشن 1. اليوم راح نتطرق إلى تطبيقات للمحاضرة الأولى وما تم التعرف عليه من إيجاد عدد الصواني لأبزوربشن تاور من نوع التري. الجزء example محلول نتعرف على إيجاد عدد الصواني بثلاث طرق اللي أخذناها. الطريقة الأولى هي طريقة الرسم، الطريقة اللي هي graphical method، والطريقة الثانية والثالثة analytical method باستخدام الجداول والقوانين. example الأول هنا absorption column receiving about 130 kmol per hour of feed gas containing 9 mol percent of solute. هنا عندنا برج الامتصاص، يقول بانه راح ندخل عليه ستريم من الغاز قيمته 130 كيلو مول بير اور. يحتوي هذا الستريم من الغاز على نسبة 9 مول بيرسنت من الغاز المراد فصله. احنا نعرف بانه الغاز من راح يدخل الى برج الامتصاص راح يدخل من الاسفل. الغاز دائما يدخل من الاسفل. الغاز اللي نريد نمتصه نسبة هذا الغاز بهذا الستريم هو 9 مول بيرسنت. هاي 9 مول بيرسنت كرمز هي واي، لانه احنا وين موجود هذا بالغاز ستريم واي، بما انه دا يدخل للغاز للابزوربشن تاور، هذا معناتها الواي هنا الموجود عندنا واي باتوم واي بي، لان احنا عادة بالابزوربشن تاور عندنا واي باتوم واي توب، وايضا عندنا اكس باتوم اكس توب. الواي هنا نقصد به هو نسبة الغاز الموجود في الطور الغازي، والاكس هي نسبة الغاز موجود في الطور السائل. في الطور الغازي واي يسموه واي، سواء كان عندنا بي او تي. البي هنا يرمزوله للباتوم والتي يرمزوله للتوب. نفس الحالة بالنسبة للإكس اللي هي نسبة الغاز موجود في الطور السائل، فإكس باتوم هو معناته نسبة الغاز موجود في الطور السائل اللي يخرج من الأسفل واي إكس باتوم، والواي توب هو نسبة الغاز موجود في الطور السائل اللي هو يدخل إلى الأبزوربشن تاور من الأعلى. عادة الغاز يدخل إلى البرج من الأسفل ويطلع من الأعلى، أما السائل يدخل إلى البرج من الأعلى ويدخل من الأسفل. نكمل السؤال مالتنا. هنا قايل it is required to remove 93% of solute. هنا مطلوب من هذا البرج بأنه يفصل من اللي هو 9 مول بيرسنت اللي هو الغاز الداخل نسبته 9 مول بيرسنت، يفصل من عنده 93%. إذا يفصل 93%، من يفصله السولفنت. هنا قد يكمل باستخدام سولفنت الستريم مش قد مالته 150 كيلو مول بير اور. زين هذا 93 من يفصله، المتبقي ايش قد؟ معناته 7%. هذا المتبقي راح يبقى بالغاز الداخل، من يطلع من الاعلى. مو معناته اللي يطلع من الاعلى 7%، لا، هو 7% يطلع من 9%. 7% المتبقية هنا، 7% المتبقية هنا، من 7% المتبقي من 9%. هنا 9% راح ينفصل من عنده 93%. وين يروح؟ يروح للليكويد فيس، للسولفنت اللي هو امتصه. 93% السولفنت راح يمتصه، المتبقي 7% من 9% راح يطلع من الأعلى اللي هو الوايتو. نكمل. The feed solvent has 0.4% of solute in it. هنا دي قلنا الفيد سولفنت يعني الداخل، الفيد سولفنت يحتوي على 0.4% من الغاز المذاب فيه. إذا معناته هنا السولفنت اللي يدخل من الأعلى مو سولفنت بيور، مو سولفنت نقي، وإنما يحتوي على الغاز مذاب به اللي هو نفس الغاز اللي احنا نريد نفصله. إذا معناته شنو عندي أني؟ هذا السولفنت
مستخدم سابقا وجينا فصلناه، بس ما تعرفون بأي عملية فصل بأي عملية ثانية يعني سابقة ما يفصل 100%، بس احنا هذا السولفنت نحاول نستخدمه مرة ثانية لعملية الفصل مالتنا. فهذا السولفنت الداخل للبرج هو مو نقي 100%، يحتوي على 0.4% من الغاز اللي احنا نريد نفصله اصلا. هذا شنو 0.4؟ هاي معناتها الاكس توب، هاي معناتها اكس توب. نجي هسه نكمل اكوليبريم ديت اللي مطينا اياها، مطينا اكس واي جدول اللي هي تربط بين الاكس والواي. المطلوب حساب number of tray required، number of tray required، number of tray required اللي هو يقصد بها عدد الصواني. احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة بانه عدد الصواني نقدر ان نوجدها بثلاث طرق، طريقة الرسم graphical method، الطريقة الثانية اللي هي طريقة تحليلية باستخدام معادلة كريمزر equation، والطريقة الثالثة هي باستخدام كريمزر chart. هنا بالسؤال ما ذاكرنا اي طريقة تستخدم، ما ذاكرنا اي طريقة تستخدم، فانتم مخيرين طلاب بانه اي طريقة تريدون توجدوها كهيك كهذا النوع من منطوق السؤال، لانه هنا ما ذاكر اي طريقة تستخدم، بس لو ذاكر جرافيكال لازم احنا نوجدها بالرسم، لو ذاكر اناليتيكلي لازم نوجدها بالقانون او التشارت حسب المعطى انه. فاذا اذا محدد الطريقه فيكونون احنا محددين بهاي الطريقه، بس اذا ما محدد الطريقه فانتم مخيرين باي طريقه تستخدموها. نيجي نحل لايجاد عدد الصواني. لايجاد عدد الصواني طلاب بدايه اي نوع من الطرق الثلاثه، اي نوع احنا المفروض اكو معطيات قبل ما نحل لازم تكون موجوده عندنا. اهم هاي المعطيات الاربعه، الأربعة شنية؟ لازم إحنا عدنا Y bottom, Y top, X top, X bottom. يعني أذني ال Y سواء كان bottom أو top وال X سواء كان bottom أو top لازم أذني موجودات عدنا، أذني الأربعة موجودات عدنا بالإضافة إلى قيمة ال M، ال M اللي هو الميل. هسه راح نأخذه بالتفصيل وراح نشوف شنية أذني. أذني هي اللي قلنا عليهن بأنه الأربعة زائدا الميل، هاي بأي طريقة أنتوا تستخدموها لازم تكون موجودة جوا إيديكم، وبالتالي إحنا ما يهمنا بعد الطريقة هسه هاي بالبداية شو يريد، إحنا لازم نوجدها. نشوف المعطيات. أول شيء قايل بالسؤال بأنه 9 مول بيرسنت مطينا إياه، هذا 9 مول بيرسنت مطينا إياه هذا من هو؟ هذا الواي باتوم، هذا الواي باتوم اللي هو 9%، هذا الواي باتوم الموجود هنا، هذا اول واحد، هذا واي باتوم. اثنين مطيني بالسؤال 0.4% اللي هو منو قلنا؟ هذا الاكس توب، هذا الاكس توب، هاي اثنين حصلنا. بعدنا الواي توب والاكس باتوم. نيجي اكو فد قال لنا بأنه إحنا بهذا الجهاز نستخدمه لعملية فصل 93% من التسعة اللي هي داخلة. 93% راح تنفصل وين يروح؟ للليكويد بالسولفنت. إذن المتبقي راح يبقى بالغاز ما راح ينفصل، هو 7%. هذا وين راح يروح؟ راح يطلع بأعلى البرج. إذن 7% راح يطلع بأعلى البرج من 9% اللي هو فات من الأصلي. إذا الواي توب من 9% نضربه بيش؟ بالمتبقي اللي ما راح ينفصل اللي هو 7% أو 1 ناقص 0.93. فإذا ضربنا الأصلي في المتبقي راح يطلع لنا تركيز الغاز اللي راح يطلع من أعلى البرج اللي هو يدعى بالواي توب، يدعى بالواي توب. هاي حصلنا لحد الآن ثلاث معطيات راح نقدر نوجدها. رابعا اللي هو الاكس بي، اللي هو اكس بي. رابعا طلاب بما انه عندنا صار ثلاثه اكس توب واي باتوم واي توب، بقالنا الرابع مجهول سواء كان اكس باتوم او اي مجهول من اذني الثلاثه اللي احنا اللي عندنا. فمن
واحد من أربعة دائما نوجدها من معادلة الـ overall material balance. يعني دائما احنا طلاب نسوي overall material balance على مود نوجد الرابع. اي واحد من اذن اللي حكيت عليها اللي هي الـ x top, x bottom, y top, y bottom. بس هو يعني معظم الاحيان دائما يبقى الـ x bottom هو المجهول. فنوجد مين؟ نوجد من الـ overall material balance. الـ overall material balance مثل ما عرفنا بالمحاضرة السابقة هي هاي المعادلة. هاي المعادلة هاي طلاب المعادلة هي ترى بأي نوع سؤال يجيكم بالـ absorption tray أو tray of absorption. فهاي المعادلة نصا تنزل اللي هي كمية المول فلوريت للغاز مضروب في y bottom ناقصا y top يساوي لنا المول فلوريت للليكويد مضروب في الاكس باتوم ناقصا الاكس توب. يعني هاي المعادله ما تتغير دائما هي هاي المعادله. هاي تحتوي على جي اس ال اس. الجي اس هنا اللي هو المول فلوريت للغاز والال اس هو المول فلوريت للليكويد. اذن اثنيناتهم بسؤال مطين اياهن. مطينا جي اس اللي هو قيمته 150 العفو 130 ومطيني الـ LS اللي هو الـ solvent قيمته 150 كيلو مول بير أور. نلاحظ بأنه الـ 130 والـ 150 كوحدات هي كيلو مول بير أور. طلاب هو يفضل بأنه يكون مول فلوريت يعني مولات على زمن. بس ماكو مانع إذا إجانا كيلو غرام على زمن ماكو مانع. بس المشكلة في بعض الأحيان لازم تنتبهوا لها بأنه الوحدات مال الغاز في بعض الأحيان يعطينا إياها لنفرض بالمولات أما الوحدات مال الليكويد يعطينا إياها بالكيلوغرام. يعني واحد كيلو مول وواحد كيلوغرام. المفروض إحنا نحول المفروض إحنا الاثنيناتهم تكون بنفس الوحدات أما اثنيناتهم كيلو مول أو اثنيناتهم كيلوغرام. فماكو مشكلة لو كيلو مول اثنيناتهم او كيلو غرام اثنيناتهم. فاذا مطينا الجي اس ومطينا الال اس هسه نكمل نباوع الواي بي. الواي بي مطينا اياه بالسؤال اللي هو 9%. الواي توب وجدناه. الاكس توب مطينا اياه بالسؤال والاكس اكس بي هو المجهول. اذا فقط عندي هسه هذا الاكس بي هو المجهول. راح اعوض بالقانون بالمعطيات الموجودة وبالحدود اللي وجدتها قيم راح أوجد قيمة الـ XB. هاي هي قيمة الـ XB وجدتها. صار عندي أربع القيم اللي لازم أوجدها دائما موجودة. هنا طلاب هاي الفقرة قبل ما أبدي أرسم هاي الفقرة مطيكم إياها آني إضافة إلى السؤال. هنا بالسؤال هنا هاي الفقرة هي لإيجاد الـ operating line equation. لإيجاد الـ operating line equation هو ما طالبها بالسؤال بس هي تيجي أو حتى السؤال اللي راح ناخذه لاحقا هو موجود. هنا الـ operating line equation من يقولكم الطالب من عندنا إيجاد الـ operating line equation رأسا أنزل هذا القانون. هو نفس القانون مال overall. هو نفس القانون مال overall اللي هسه وجدنا من عنده قيمة الـ XB. بس هنا نشرح يصير عليه تحديث هذا القانون. هنا سابقا بالقانون مال overall هنا بهذا Y bottom وهذا شنو هذا X bottom. بس أشيل الـ P بس أشيل الـ B من عنده. هو نفس القانون بس أشيل الـ B أخليها عام. أخلي الـ Y الـ B سابقا كان هنا أخليه Y والاكس بي كان هنا أنا اخلي شنو اكس او بقي ما عوض عن الواي وعن الاكس وانما عوض عن الجي اس ال اس وعوض عن الواي توب اكس توب. فصارت عندي المعادله هاي بهالشكل. لاحظ بانه الواي ما عوض عنها والاكس هنا ما عوض عنها. ارتب المعادله واحصل على معادله واي فانكشن اوف اكس. هاي المعادلة y يساوي لنا 1.15x ناقصا 0.0017.
هاي المعادلة تدعى بالoperating line equation. هاي المعادلة تدعى بالoperating line equation اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. شو تقول ال y يساوي لنا a x ناقصا أو زائدا b حسب المعطيات مال السؤال. فهاي المعادلة هي من يطلب من عندنا إيجاد الoperating line equation نوجدها من الoverall material balance بين أي تري بين أي صينية والأعلى. أوكي؟ وما عوض عن قيمة الواي باتوم والإكس باتوم عوض عنها بالواي والإكس وتبقى مجهولة. يعني أريد معادلة بالأخير تطلع عندي واي يساوي لنا function of x. نكمل السؤال. أريد أرسم عندي هاي النقاط 1 2. فهسه شو احتاج بالرسم؟ مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة بالرسم احتاج عندنا 2 lines او line و curve حسب المعطيات مال السؤال. واحد من عندهم يدعى بالإكوليبريوم كيرف أو لاين، والثاني يدعى بالأوبريتينج لاين. شلون راح يكون الشرح هنا؟ هسه راح أشرح بالسلايد الورا بأنه أنا هذا السلايد الموجود هنا بأنه شو أقول؟ عندي X و Y. الـ X هو الـ X axis والـ Y هو ال y axis. ال x هو عبارة عن شنو هنا نقصد به؟ عبارة عن تركيز الغاز المذاب في الطور السائل اللي هو بالمذيب، وال y هو تركيز الغاز المذاب في الطور الغازي اللي يدخل من اسفل الجهاز. هذا هو. شو بدي ارسم؟ نبدي نرسم حسب القيم الموجودة. اول ما ابدي بالإكوليبريوم لاين او كيرف، القيم الموجودة أما تعطى لكم على شكل جدول مثل هذا السؤال أو تعطى لكم على شكل معادلة سنأخذها لاحقا. هنا الموجود مطيني على شكل جدول بالإكوليبريوم ديتا، فنبدي نعوض. أول شيء أدي المطينية هنا ما مطينا 0 0، بس دائما لازم أعوض بيش بالصفر صفر. طبعا لازم أقسم الحدود مالتي قبل ما أبدي. الحدود مالتي قبل ما أبدي لازم اقسمها اشوف حسب نوع الديتا المطينيها. عندنا الاكس مطينيها يبدي من 0.013 0.033 0.04، اذا دا يزداد قيمتها ب 0.01. فهسه شنو معناتها عندي؟ هذا معناتها هذا جد قيمته هذا 0.01 0.02 0.0 هنا نفرض 4 0.06 0.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا معناتها 0.1 ويكمل. الواي مطينيها 0.01 0.026 0.03، اذا ايضا 0.01. فهذا 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08، هذا حيكون 0.1. عندنا 0.11 0.12 وهكذا. نجي هسه نعين النقاط. اول نقطة الاكس مطينها 0.013، يعني تقريبا وين حيكون؟ تقريبا هنا ويا من؟ ويا 0.01 اللي هو هذا. وراها مطينا اياها 0.033، هاي 0.03 3 هي تقريبا هنا، ويا من 0.026 0.026 تقريبا هنا. وراها عندنا 0.04 9
تقريبا هذا 0.043. بوينت او ستة اربعة، هاي ستة هاي اربعة ويامن بوينت او ستة. هذا راح وراها 0.074، هاي السبعة هاي الأربعة ويا من جد 0.73. وراها 0.093، هاي التسعة هاي الثلاثة ويا الواحد. طلاب هو الـ هذا الاكوليبريم نوصله، بس شوية تعرفون هو الحاسبة مزعجة الشغل عليها بالهاي. هذا ما يوصل الكير، بس هو هذا يدعى شنو؟ اكوليبريم لاين. وحتى لو كان شوية خفيف بكيرف حسب المعطيات الموجود عندكم بالسؤال، هذا الاكوليبريم لاين. نجي هذا اول شيء نحصله الاكوليبريم لاين. الاوبريتنج لاين منين يجي؟ الاوبريتنج لاين يجي من نقطتين مثل ما قلنا. النقطه الاولى هي الاكس، شنو عندنا؟ الاكس توب واي توب والاكس باتوم واي باتوم. اكس توب واي توب هاي نقطه، اكس توب واي توب هاي نقطه، والاكس باتوم واي باتوم هاي نقطه. مقارنة من الأكبر، الأكبر هي الـ X bottom Y bottom مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة. دائما القيم مال الأسفل البرج تكون أكبر من قيم الـ الأعلى البرج. نيجي هنا دي يقول لنا بأنه الـ X top Y top نيجي نعينها. قيمة الـ X top طلعناها احنا 0.004، أو مطيناها هو بالسؤال X top 0.004. وين X 0.004؟ تقريبا هنا هذا قيمته 0.005، 04 هنا، والواي 0.063 تقريبا هنا. تمام، يعني ما تقدر تسيطر شويه على لانه حاسبه تختلف. هاي النقطه هاي هي شنية؟ هاي النقطه اللي هي قلنا عليها نرمز لها P اللي هي مال التوب. نجي على الباتوم، الباتوم قيمه أكبر، قيمة الإكس باتوم 0.07 سبعة ستة. إكس باتوم طلعناها تقريبا هنا، هاي 0.76 هذا السبعة ستة هنا. وش قد قيمة الواي باتوم؟ طلع عندنا مطينيها 9%. هذا نسعد الى 9% اللي هو هذا. ماذا تاخذ؟ قلم اللي ياخذ هنا المفروض حتكون قيمتها هنا، يعني تقريبا مدى اقدر اخذه نوصله فصار هنا هاي القيمة. هذا هو يدعى بال operating line. هاي هنا هذا هو قيمة منو؟ الكيو اللي هي شنو؟ اللي هي
قيمة من هو؟ قيمة الـ X bottom Y bottom هاي. شو نسوي؟ من هاي النقطة قيمة الـ X bottom Y bottom أنا قلت لكم مدى أقدر وصلت لهاي النقطة، هي هاي النقطة اللي هي 0.76 هاي هنا هاي هي 76. نجي شو نسوي؟ أو هو هذا العفو فوقها تقريبا، نجي من هاي النقطة ننزل أفقي عمودي أصلا اللي هنا على نبدي من نقطة الكيو اللي هي موجودة على الأوبريتنج لاين آخر نقطة، ننزل عمودي موجودة على الأوبريتنج لاين، ننزل عمودي على الإكوليبريم لاين نوقف هذا أول شيء، بعدين نروح شنو نرجع رجوع على الأوبريتنج لاين، هذا حصلنا مثلث هنا، هذا المثلث الأول. نرجع مرة ثانية من نقطة التقاطع مال هاي النقطة على ويا الأوبريتنج لاين، ننزل عمودي على الإكوليبريم لاين ونتوقف بالتقاطع، ونروح بعدين أفقي نرجع رجوع على الأوبريتنج لاين، هاي النقطة رقم 2 أقول الصينية رقم 2 وراها عمودي أفقي 3 عمودي أفقي 4 عمودي أفقي 5 عمودي أفقي 6 عمودي أفقي 7 عمودي أفقي 8. وين أتوقف؟ إلى نقطة P، أتوقف إلى نقطة P. فإذا حصلت النمبر أوف تري، نمبر أوف تري هنا مثل ما أنا مطلعها حسابيا بالإيد بالورقة سابقا 8، طلعنا 8. هاي نمبر أوف تري شنو؟ هذا تري هاي ثيوريتيكال اللي هي شنو؟ ثيوريتيكال النظرية، number of tray theoretical. من أريد number of tray الactual number of real tray شو يساوينا؟ يساوينا الثمانية أقسمها منه على الإفشنسي. الإفشنسي هنا مطيني 45%، 8 على 0.45 أقسم الثمانية عدد الصواني النظرية أقسمها على العملية راح تطلع عندي، أقسمها على الكفاءة راح تطلع عندي عدد الصواني العملية. طبعا الرسم هنا دائما طلاب الرسم يكون مو مضبوط 100%، مو يعني مو مضبوط هو الرسم، احنا في بعض الأحيان مو هنا داك في هاي الحالة حتى إذا في حالة الـ إذا ترسموا على ورق بياني بأنه تكون مو 100%، بس نحاول نوصل إلى الحد المثالي للرسم. نوبات النقطة تزحف من إيجي، من أريد أوصل إيدي بين النقاط من نقطة إلى نقطة شوية تزحف كلها تأثر، لأنه من تأخذون عمودي أفقي يجوز تنزل شوية أكثر، يجوز تروح أفق يسار أكثر، هذا كله اللي يأثر لنا على عدد الصواني. لأن كل ما المسافة بتعدت بين التو لاينز، هاي خلوها ببالكم، كل ما مسافة تبتعد عن بين الخطين راح عدد الصواني تكون أقل، كل ما المسافة أصغر عدد الصواني تكون أزيد. طبعا هذا مو صوتكم، لا ما أحكي بالخطأ بالرسم، بدي أحكي في حال حتى إذا القيم هو المطينياها متقاربة راح تطلع لنا حنحصل على عدد صواني أكثر إذا كل ما كانت قريبة. هذا هي الطريقة الرسم. على الطريقة اللي هي التحليلية باستخدام اللي هو لإيجاد عدد الصواني راح نستخدم هذا القانون الكريمزمر اللي هو لإيجاد عدد الصواني اللي هي الـ N. هنا دا لاحظ بأنه هاي الـ N الموجودة تعتمد على شنو؟ تعتمد على ثلاث قيم اللي احنا وجدناها سابقا. ليش قلت لكم لازم نوجدها سابقا؟ الـ Y bottom، الـ Y top، الـ X top، هاي ثلاثة احنا واجديها سابقا قلت لكم عليها لازم نوجدها. هنا الـ X bottom ما موجود قيمته بالقانون، فقط عندنا Y bottom، Y top، X top، بالإضافة إلى بعد قيمتين احنا لازم نوجدها. مثل ما قلت لكم اكو قيم من القيم لازم ايضا موجود اللي هي الـ M اللي هو الميل.
بالإضافة إلى القيمة الأخيرة اللي إحنا لازم تكون عندنا اللي هو الأي. الأي مثل ما قلنا بالموضوع بالمحاضرة السابقة اللي هو الأبزوربشن فاكتر. نجي شلون نبدي نوفر هاي المعلومات وشلون نطبقها بالقانون. الواي باتوم والواي توب الاكس توب احنا وجدناه سابقا. الام اللي هو الميل شلون نوجده؟ بما انه احنا مطينيه هالديتا على شكل جدول، الام هو مال منو؟ هذا الام مال اكوليبريام، مال اكوليبريام. الاكوليبريام قلنا تعطى اما شكل جدول او يعطى على شكل معادله. الاكوليبريام هنا مطينيها على شكل معادله جدول. الجدول احنا شلون نوجد من عند الميل اي نقطتين للواي مقابلها اي نقطتين للاكس؟ هو عن طريق راح نوجد الميل. يعني اذا اخذتوا الميل النقطتين، النقطه مثلا الثالثه مال الواي تنقصوها من الثانيه مال الواي على النقطه الثالثه مال الاكس ننقصها من النقطه الثانيه مال الاكس راح يطلع لنا الميل. فانتوا اي نقطتين تاخذوها للواي هي لازم تكون مقابلها المن للاكس. قسمون الواي دلتا واي على دلتا اكس نوجد قيمة الام. نجي على الاي. هسه الاي الموجود هنا، هذا الاي، هذا الاي الابزوربشن فاكتور هو هذا قانونه اللي هو الاي شي يساوي ال على ام في جي. ال على ام في جي، ال والجي هو مطينيها بالسؤال المول فلوريت مال الليكويد ومال الغاز، والام اني وجدته هسه. اذا الاي ما اقدر اوجده اذا ما عندي ام، فاذا اقدر اطلع الاي. فالام انا وجدته طلع قيمته 1.1، والاي عوض بما يساوي يطلع قيمته 1.049. فوجد راح نطبق قانون الام الخمس بين المعطيات واللي وجدناها راح تطلع قيمه الان 25. هاي الان اللي وجدناها هي الان النظريه. من اريد اوجد الريل او الاكتوال اقسم مع الافشنسي اللي هي 45% راح تطلع قيمه التري. طلاب بس ملاحظه للقانون، شوفوا القانون بانه نرجع للقانون. اللوج هنا بالباست، اللوج الموجود بالباست هو مال كل الحدود الموجوده بالباست. اللوج هو تنتبهوا لها مال كل الحدود الموجوده بالباست. الحد بيتكون من حدين، الحد الاول هو عباره عن كسرين، واحد مضروب بالاخ، هذا مضروب في هذا، زائدا الحد الثاني. فاذا احنا لازم نوجد حاصل الضرب وبعدين الناتج اجمعه ويا الكسر الموجود بالاخير. ذاك الوقت كل الناتج هذا اخذ له لوج على المقام. هاي اول ملاحظه. ثاني ملاحظه طلاب، الان وجدت هنا قيمته 25 باستخدام القانون، بس الان اللي وجدتها بالرسم طلعت 8. هو ماكو مشكله، اكو اختلاف بس مو بهالاختلاف الكبير. اكو اختلاف بين النظري باستخدام القانون وبين النظري باستخدام الرسم، بس مو بهذا المشكله. فاذا هناك معناتها اكو فد مشكله بالديتا اللي هو مطلعها، لان هاي الديتا هو اللي مطلعها عباره عن ديتا جايه من اجراء تجارب عمليه بالمختبرات، فهو مطلعها، فمعناته اكو مشكله بالديتا اللي هو مطلعها. لان نظريا ما ما ماكو مشكله، بس معناته اكو مشكله عنده هو من طلع هاي الديتا مال الاكوليبريام، اكو عنده مشكله بالديتا. فهو اثنيناتهم مقبوله بس اكو اختلاف بين الطريقتين. شارت اللي هو يوزن كريزمر تشارت، مثل ما قلنا هذا التشارت الموجود عندكم قدامكم، هذا هو التشارت. هذا التشارت قلنا بانه الاكس اكسس هنا يقصد به عدد الصواني، والواي اكسس اللي هو هذا قيمته اللي هو هاي المعادله، هاي قيمه من هو الواي اكسس قيمه هذا. فاذا اني لازم اوجد قيمه هذا الكسر. هذا الكسر الموجود هسه نرجع، هذا هو من متكون واي توب واي باتوم اكس توب، ايضا ثلاث قيم احنا المفروض موفرينها سابقا بالاضافه الى الميل. احنا كل شيء موفرين سابقا، فراح نوجد قيمه الواي اكسس طلع قيمته 0.02. وين 0.02؟ هو هذا اياته 0.02.
هذا 0.02 هذا السطر وجدنا هذا. شنو بعد المطلوب الى نوجد ال N الموجود بال X axis؟ هاي المنحنيات اللي تشوفوها دا تنزل، هاي قيمة منو؟ هاي قيمة ال A، هاي قيمة منو؟ ال A لازم اوجدها. دا اشوف بانه هو مين جاي، كل ما دا ننزل قيمة ال A دا تصعد، يعني هنا 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08، فلازم اوجد قيمة ال A. ال A أنا سابقا واجدها اللي هي 1.049، بس حسب الموجود هنا دا لاحظ بانه القيم هي مرتبة واحدة بعد الفارزة، او في بعض الاحيان مرتبتين. فاذا اقرب ال 1.049 اسوي 1.05، هذا تقريب على مود شنو اقربه لهذا الكيرف. اكو كيرف من الكيرفات اللي هو هياته 1.05 هياته، وانا عندي الواي اكسس اجي بخط مستقيم امشي على الخط الى ان يقاطع الكيرف. هذا هو قطع وصلنا لهنا، انزل عمودي عليه فصار هنا، راح نوجد تقريبا بحدود ال 25 هنا مكتوب، ما اقدر اسيطر على القلم طلاب اعذروني لانه شويه بالكتابه على الحاسبه مزعجه. فاذا معناتها عندي بان حصلت بانه من التشارج ابدي من الواي اكسس، قيمه الواي اكسس 0.02، اروح افقي باتجاه الكيرف النازل اللي هو قيمته 1.05 اللي هو قيمه الاي، كل كيرف الى قيمه. هذا هو انزل عمودي على الاكس اكسس راح اطلع قيمه منو؟ اطلع قيمه الان، هاي الان اللي هي قيمتها طلعت 25. 25 طلعت الان، هاي منو ياهو؟ هاي الثيوريتيكال، اقسم على الكفاءه الافشنسي اللي معطيني اياها 0.45 راح تطلع قيمه عدد الصواني العمليه او الحقيقيه قيمتها 56. أرجو طلاب هذا الشرح يكون وافي لكم لأحد اللي هو تقريبا النموذج من الأسئلة المحلولة. إن شاء الله راح ناخذ سؤالين بالجزء الثاني من نفس المحاضرة أيضا في موضوع التري أبزوربشن. أستودعكم الله.